اهلا بكم وارحب بضيفي داخل الاستوديو الاستاذ حيدر المكاشفي. اهلا بك استاذ حيدر. اهلا ومرحبا استاذ حذيفه واهلا ومرحبا بالمشاهد الكريم. اهلا بك. سنركز على الحديث الذي ادلى به رئيس المجلس العسكري لرؤساء التحرير امس ونبدا الجوله من السوداني ومنها نقرا البرهان ندير الاقتصاد بأموال الجيش والدعم السريع. قال رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان أنهم يريدون الوصول إلى اتفاق يكون مقبولا بدرجة كبيرة جدا من الشعب، فيما أكد البرهان أن إقالة النائب العام تمت لتباطئه في تقديم المتهمين للمحكمة بما في ذلك قيادات المؤتمر الوطني، وكشف أن مدير جهاز الأمن السابق الفريق أول صلاح غوش غادر البلاد دون علمهم في وقت أفصح عن مقتل 14 من منسوبي القوات النظامية في فض الاعتصام، وتم التمثيل بجثة شرطي على طريقة الأمريكان في الصومال. وقال برهان في تنوير لرؤساء تحرير الصحف أنهم وجدوا خرابا شديدا في الاقتصاد وأن البلاد كانت في طريقها للانهيار، وأضاف الجيش والدعم السريع بأموالها يديران الاقتصاد. طيب، هذا ما جاء في هذه الزاوية، أن الدعم السريع والجيش يديران الاقتصاد بأموالهم. يعني برأيك عموما في هذا اللقاء لسيد عبد الفتاح البرهان برؤساء التحرير، هل أجاب على تساؤلات الشارع من خلال هذا اللقاء؟ لا أعتقد أنه أجاب على التساؤلات المطروحة الآن في قلب الشارع السوداني. وكونه السيد رئيس المجلس العسكري لأول مرة يظهر للعلن وعبر مؤتمر صحفي يدعو له قيادات العمل الصحفي عموما، سواء كان في الصحف أو في الفضائيات أو الإذاعات لأول مرة، يعني كان المتوقع أن يكون هذا لقاء كبير جدا ومهم جدا ويتطرق لمسألة غاية في الأهمية، ومن ضمنها ينطوي لقاء هذا على إجابات لما يطرحه الشارع السوداني من تساؤلات، ولكن لم يكن هنالك شيء كبير أو مهم للغاية أدلى به السيد رئيس المجلس العسكري، وأغلب ما أدلى به في حكم المعلوم يعني. ولا أدري، ربما هو قد انتوى أن يخرج بعد ذلك إلى العلن ويعقد اللقاءات الصحفية والمؤتمرات الصحفية، وإلا لأن الساحة خلت تماما لنائب رئيس المجلس العسكري الذي يعني مارس نشاطا كثيفا جدا في لقاءات جماهيرية متوالية ومتتالية. لكن في العموم لم يكن هنالك جديد يعني يذكر في الذي أفاد به السيد رئيس المجلس العسكري، وكنا نتوقع في لقاء مثل هذا ويخرج فيه رئيس المجلس العسكري لأول مرة عبر مؤتمر صحفي أن تكون هنالك إجابة واضحة حول مصير التفاوض وتشكيل الهياكل الفترة الانتقالية، ولكن ماذا هذا الأمر محل كثير ويراوح مكانه، فلهذا لا أعتقد أن هنالك جديد أو مهم في نعم. الذي جاء به السيد رئيس المجلس العسكري. نعم، أيضا صرح أن الاقتصاد يدار الآن بأموال القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. يعني هنالك سؤالين في هذا الجانب، هل ستصمت هذه الأموال أمام التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وإلى متى ستصمد؟ وأيضا الشقة الثانية أنه يعني مشروعية وقانونية أن يدار الاقتصاد القومي الوطني بأموال الدعم السريع، ومصدر هذه الأموال. نعم صحيح، هو في النهاية أموال الدعم السريع وأموال الجيش هي أموال الشعب السوداني، لكن حقيقة هذا شيء غريب أن تدار البلد بميزانية أو أموال مخصصة لهاتين القوتين في الجيش والدعم السريع، وبالقطع أنها يعني مهما كانت بل من أين تغذى إذا افترضنا أن للدعم السريع مصادر أخرى في التمويل، لكن ميزانية الجيش هي
100% من الخزانة العامة. وإذا كانت ما لديه من وفورات حتى الآن يصرف منها الجيش السوداني ستتآكل هذه الوفورات وستتناقص إلى أن يحتاج الجيش نفسه لتسيير حاجاته الأساسية إلى دعمه إلى تمويل. فواضح جدا أن وحتى التمويل الذي يحصل عليه الدعم الثلاثي وأن كان من خارج الموازنة العامة من دعومات تأتيه من دول معينة نظرا لمشاركته في حرب اليمن إضافة إلى مصادر داخلية أخرى، هذه أيضا محدودة بزمن معين، يعني لا يمكن أن تستمر هكذا، يعني هي محدودة بحدود ما يجري في اليمن وانتهاء الأزمة اليمنية، أيضا تتوقف هذه الدعومات وهذا التمويل. فهذه مسألة خطيرة جدا جدا، ويعني يجب لنهاية هذا الوضع الخطير جدا الإسراع بالتوافق على هياكل السلطة الانتقالية وتكوين سريعا سواء كان المجلس السيادي أو الحكومة. نعم، أيضا البرهان تحدث عن خراب كبير في الاقتصاد وأن البلاد كانت في طريقها للانهيار، هل يملك المجلس العسكري الآن الأدوات لإخراجنا من هذه الأزمة وأن يواجه هذا الانهيار؟ هذا الخراب من المعلوم بالضرورة، يعني من نتيجة الإفساد الكبير جدا الذي مارسه النظام البائد والنهب الممنهج الذي أيضا وقع على المال العام والخراب الذي يعني طال كثير جدا من المؤسسات الحيوية التي كانت ترفد الخزانة العامة بنسب مقدرة جدا، تدهور الإنتاج على كل المستويات وهكذا. هذا من المعلوم بالضرورة وكان هو واحد من أسباب الثورة، ثورة ديسمبر أبريل، فهو من المعلوم يعني من المعلوم بالضرورة ولم نكن نحتاج إلى أن يعاد إعلامنا به، بل نحتاج إلى كيفية تجاوز هذه الأزمة المستفحلة جدا في الجانب المالي والاقتصادي. ولا أعتقد أن بمقدور المجلس العسكري وحتى الحكومة الانتقالية بالمناسبة ستكون أمام وضع عصيب جدا جدا، لكن على كل حال هي تفتح كثير جدا من الآفاق لتجاوز مثل هذه الأزمات. أول حاجة مسألة إيقاف الفساد ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين وإعادة كل الأموال التي تم نهبها، هذا عمل يحتاج إلى جهد كبير جدا تقوم به الحكومة التنفيذية المرتقبة. هذا جانب. إضافة إلى ذلك مسألة يعني السعي لإلغاء الديون الخارجية على السودان، هذا أيضا من المحفزات جدا لاستعادة الاقتصاد السوداني لعافيته، أيضا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هذا أيضا. هذا بالإضافة إلى العمل الداخلي المكثف جدا المنتظر أن تقوم به الحكومة المنتظرة، وهذا يعني الحل الواضح له هو الإسراع بالتوافق على مؤسسات وهياكل السلطة الانتقالية والإسراع بتشكيل الحكومة. طيب أستاذ حيدر، يعني ألا ترى يعني هنالك كثير جدا من المطالب أو من المطالبات للمجلس العسكري بأن يقوم بأشياء يعني ليس لديه الأدوات لأن يقوم بها، يعني مسألة المحاكمات المجلس العسكري يعني بأي قوانين وبأي شرعية وبأي أدوات يمكن أن مثلا أن يحاكم، فهذه كلها من مهام الحكومة القادمة. الآن كثير جدا من المشاكل تنتظر هذه الحكومة المدنية، ألا ترى أن هذا الفراغ قد يؤثر على سير أو على قيام مثل هذه المحاكمات، وقد يعني كثير جدا من الأدلة قد لا توجد يعني في وقت المحاكمات في حالة التأخير في تسليم الحكومة المدنية؟ نعم صحيح، هذا التأخير يؤثر على مجمل أداء الدولة يعني في كل مرافقها، يعني وليس فقط في موضوع المحاكمات، في كل مجالات عمل المؤسسات الدولة ستعاني معاناة كبيرة جدا وتضرر تضرر كبير جدا. وبالطبع أن مسألة المحاكمات تحتاج إلى أن تكون هنالك حكومة قائمة ومسؤولة ولديها مؤسسات عدلية وقانونية واضحة جدا وتستطيع أن تقبض هذا الملف بقوة وتمضي فيه بشكل واضح جدا.
عملية عدم وجود هذه المؤسسات وعدم قيامها حتى الآن بالطبع يعطل هذا الجانب ويؤثر عليه حتى في مسألة محاولة ربما تكون جرت كثير جدا محاولات لإخفاء كثير جدا من الأدلة وهكذا، حتى الأموال عندما نتحدث عن ضرورة استرداد الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق غير شرعي وعن طريق فساد، هذه أيضا ربما يعني جرت كثير جدا من عمليات تهريبها أو إخفائها، كما كنا نسمع بين الحين والآخر في أجهزة الإعلام أن هنالك مبالغ كبيرة جدا رصدت حولت من حساب ما إلى حساب شخصية سواء كانت امرأة أو رجل آخر، وهذا أيضا باب يحتاج أن لسده سريعا، وقد تكون هنالك كثير جدا من الأموال قد تم إخفائها وقد تم تغيير ملكيتها بهذه أو حتى عقارات أيضا يكون تم تغيير ملكيتها بهذه الصورة. نعم. طيب الفريق أول صلاح غوش حسب حديث قيادات المجلس العسكري في تصريحاتهم أيام التغيير الأولى أنه كان لاعبا أساسيا في التغيير، برأيك لماذا تغيرت اللغة في مواجهة الرجل؟ والله هذا ما لا أدري، هذا أمر محايد. والسيد صلاح غوش أنا في تقديري ليس هو يعني كان صاحب دور مؤثر، بل أعتقد أنه هو كان عراب هذا التغيير، وأنه هو الذي سعى لإقناع كثير جدا من الأطراف لقيادة هذا التغيير وأقنعهم بهذا حتى تم التغيير، فهو من عرابي أول عراب الأساسي لهذا التغيير. وحقيقة الفترة الأولى عندما تم إعلان التغيير لم يكن طلح غوش ضمن التشكيلة التي أعلنت لأول مرة، وبعدها مباشرة علمنا بتقديمه لاستقالته وتصعيد نائبه جلال الشيخ إلى منصبه، والمهم التداعيات التي حدثت بعد ذلك إلى أن جاءت اللحظة التي طلب فيها النائب العام مسألة القبض على صلاح غوش وإخضاعه للتحقيق وتحريات حول مسائل ما لم 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 يوضح النائب العام حينها. ولكن عندما ذهب أحد وكلاء النيابة في معية قوة من الشرطة إلى منزل غوش تم اعتراضهم بواسطة الحرس الموجود هناك وتهديدهم بالضرب بالسلاح إذا خطوا خطوة إلى داخله، وحينها دار لغط كثير حول وجود غوش، حول مغادرته إلى السودان إلى ما غير ذلك. لكن واحد من المعلومات كان يتحدث أن غوش ومنذ ما قبل رمضان كان في معية أسرتي يقيم في مصر في القاهرة، إلى أن يعني دار حديث مؤخرا عن عودته إلى الخرطوم بحسب تسريبات نشرت في إحدى الصحف، لكن حتى الآن لم يظهر بشكل واضح السيد غوش. نعم. وليس هنالك معلومة قاطعة بوجوده أو عدم وجوده، ولكن حقيقة في البداية كان المجلس العسكري يحاول أن يغطي على 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 موضوع غوش، يعني حتى مسألة محاولة ما يعني القبض عليه وإقضاعه للتحقيق هذه كان للمجلس العسكري دور واضح جدا في التغطية عليها بحسبان أن هذه سلطة، هي سلطة ويتكون من هذه السلطة وكيل نيابة، وأحد مكونات المجلس العسكري الشرطة. نعم. الشرطة ورتبة رفيعة يعني التي صاحبت وكيل النيابة وتم اعتراضها وتهديدها بالسلاح، وهذا لم يفعل فيها حتى المجلس العسكري شيء، وهذا جانب عسكري يخص العسكريين ومن صميم اختصاص المجلس العسكري، لكنه تغاضى وغض الطرف عن هذه المسألة ولم يحقق فيها ولم تتم مساءلة هذا الحرس الذي يعني تصرف هذا التصرف. نعم. الغريب. طيب كيف تنظر إلى موقف الرجل وهو حسب تصريح قيادات المجلس العسكري أنه من اللاعبين الأساسيين في التغيير، وحسب تصريحك أو حسب تعبيرك أنه عراب هذا التغيير، كيف تنظر إلى موقفه وهو يقود مثل هذا التغيير وهو يعلم تماما أنه ليس جزء من مستقبل هذا التغيير؟ نعم، هو قال ذلك يعني في أحد التدريبات، حتى الآن يعني لم يخرج كلام بشكل مباشر على لسانه ولم يصرح هو بنفسه بأي حديث. الشيء الوحيد الذي يعني نقل عنه وليس بشكل مباشر
أنه يعني عندما بدأت بعض الشخصيات سواء كان في المجلس العسكري أو خلافه بدءا بما كان قد صرح به جلال الشيخ الفريق جلال الشيخ اللي كان الذي تولى رئاسة جهاز الأمن بعد استقالة غوش وكان عضوا في المجلس العسكري إلى أن حدثت المطالبة بإقالته واستقال، كان قد أدلى بحديث حول مسألة صناعة هذا التغيير ودوره فيه، وثم بعد ذلك لقاءات صحفية تمت مع أكثر من عضو من أعضاء المجلس العسكري منهم الفريق ياسر العطا وتحدث حول هذا الجانب. كان الذي نقل عن غوش أنه لن يتحدث عن دوره حتى الآن، دوره هذا يتحدث عنه الآخرون، وربما يأتي زمن أيضا يدلي السيد غوش بشهادته حول هذا الذي جرى في يوم 11 أبريل. نعم، طيب حسب حديث البرهان بشأن إقالة النائب العام قال أن السبب الأساسي أو السبب الرئيس هو تأخره في تقديم قيادات الرموز النظام السابق إلى المحاكمات. ألا ترى أن ذلك الحديث قد يعرضه أو من الداعي يعني يعرضه للمحاسبة باعتبار أن ذلك يعيق العدالة؟ نعم صحيح، لكن لا أعتقد أن هذا هو السبب الأساسي في إقالة النائب العام. فالمجلس العسكري نفسه يعطل مسألة السلطة المدنية، يعني تسليم السلطة للمدنيين نفسه حتى اللحظة ويعطل ذلك، فتعطيل لتعطيل ليس هنالك من يعطل لا يدين من يعطل الآخر. الذي على كل حال لا أعتقد أن هذا هو السبب المباشر أنه يعني يعطل. الذي يعطل هذه المحاكمات وهذه التحقيقات هو عدم تسليم السلطة بشكل سريع وفوري لسلطة مدنية. يعني مضى رئيس المجلس العسكري قال أنهم يريدون الوصول إلى اتفاق يرضي جميع أو جميع أطياف الشعب السوداني، برأيك كيف الوصول لمثل هذا الاتفاق وما هي آليات الوصول لهذا الاتفاق وآليات قياس قبول جميع أطياف الشعب السوداني؟ هذا مسألة أنا أعتقد أنه مسألة الوصول لثيقة يتراضى ويتوافق عليها جميع أطياف الشعب السوداني، هذه شعار للاستهلاك فقط. يعني يا أخي حتى الانتخابات نفسها الآلية المعروفة على المستوى العالمي لن تأتي بحكومة يتوافق عليها كل الشعب السوداني، فمن أين يعني أن ثم أن المرحلة الانتقالية هذه مرحلة محدودة جدا وذات مهام محددة جدا وواضحة جدا، لا تحتاج إلى مسألة التوافق على هذه المهام التي تؤديها ولا خلاف عليها. نعم. أبدا لا خلاف، ليست هنالك جهة تختلف على المهام المطلوب أن تؤديها الحكومة الانتقالية. نعم. طالما أن هنالك ليس هنالك خلاف على مهام هذه الفترة الانتقالية ومهام الحكومة الانتقالية بمختلف مؤسساتها، فما الداعي للحديث عن كل أطياف الشعب السوداني؟ هذه مسألة لا يمكن حتى بالانتخابات لم تتحقق. صحيح. طيب البرهان أشار إلى أنهم تلقوا المبادرة الأفريقية ووافقوا عليها وأن لديهم بعض الملاحظات، وذلك هو نفسه موقف الحرية والتغيير. برأيك هل اقترب الطرفان من؟ نعم، أعتقد أن هذا هو المؤشر الذي يعني يعطي بصيص من الأمل بأن هنالك مسألة التوافق قد اقتربت وأن التباعد مسافة التباعد قد بدأت تضيق إلى حد كبير، يعني وفي النهاية يمكن أن تفضي إلى توافق بين الطرفين بحسب المبادرة المشتركة الأفريقية والأثيوبية. نعم.